النهارده في كأس مصر، نسيب بقى المنتخب الأولمبي، في كأس مصر دور الثمانيه انبي فاز على النجوم، انهى حلم النجوم. النجوم عمل انجاز عظيم جدا في دور ال 16 ودور ال 32، ولكن انبي النهارده فاز 3-1 على النجوم واقصاه من كاس مصر. عبد الرحمن عماد سجل الهدف الاول لانبي في الدقيقه 15، وتعادل عبد الله خالد للنجوم في الدقيقه 22، وبعد كده سيف الخشاب سجل الثاني لانبي في الدقيقه 53، وكالوشا اضاف الهدف الاخير والثالث لانبي في الدقيقه 70. انبي بصراحه شديده، وانا قلت الكلام ده من كام يوم، كان معايا كابتن محمد اسماعيل مدير الكوره في انبي، وقلته قبل حد ما الكابتن محمد اسماعيل يكون معايا. اللي بيعمله كابتن تامر مصطفى مع انبي خلال الفتره الحاليه مش عايز اقول اقرب للمستحيل، ولكنه مش طبيعي ولا منطقي. انبي في مرحله تغيير جلد، انبي كان بادئ موسم سيء جدا، انبي في بدايه الموسم الناس كانت بتقول هيبقى اول الهابطين، انبي نتائجه ما كانتش جيده في الاول، وتغيير مدربين، مدرب في الثاني، بنتكلم في الكابتن احمد كشري، الكابتن طلعت مصطفى، كلهم محترمين، وبعد كده جه الكابتن تامر مصطفى وتغيرت النتائج تماما لانبي. وتاني في ظروف صعبه جدا، انت لو بصيت على مستوى الانديه الاخرى، المستوى حتى المالي والمادي وعدد اللاعبين المميزين اكيد اكبر بكتير من انبي، ورغم كده انبي بالمناسبه بعدد النقاط هو متصدر الدور الثاني في الدوري. سيبك من الاهلي اللي لسه ما خلصش مؤجلاته وحكايته، بس انبي هو صاحب افضل نتائج في الدوري في الدور الثاني مع الكابتن تامر مصطفى، بيكمل ده بالوصول كمان النهارده لنصف نهائي كاس مصر. اداء رائع جدا من انبي، والاداء الاروع من الكابتن تامر مصطفى، واحد من افضل المدربين المصريين في الفتره الحاليه. يا كابتن تامر الف مليون مبروك، تاهل مستحق لنصف نهائي كاس مصر. يا كابتن كريم انا سعيد جدا ان انا موجود معاك، وحشني جدا اولا، وحشني جدا، انا سعيد جدا بالمقدمه الرائعه اللي انت بتقولها لنا دي. انا اقل من حقك، ودي بكررها على مدار الايام الماضيه كمان، مش بس عشان انت معايا على الهاتف دلوقتي، بصراحه لازم تاخد حقك، وحقك حقك كمان اللي اقل من حقك كمان. يعني احلى ما فيها ان هي طالعه منك يا رب يخليك كابتن كريم. يا رب، راجل اعلامي رائع وراجل للامانه يعني عندك رؤيه مختلفه، والواحد بيستفاد منك كتير جدا بصراحه. يا رب يخليك يا كابتن تامر. قول لي بقى ازاي قدرت بعد اللي انا قلته ده كله توصل بانبي بهذه المرحله الرائعه في الدوري الممتاز، وايضا في كاس مصر انك توصل لهذه المرحله من البطوله في ظروف صعبه؟ والله بص، هو اولا واخيرا هو توفيق ربنا سبحانه وتعالى طبعا، يعني ده لازم نبقى مسلمين بالامر ده، وان احنا عارفين ان احنا بنجتهد وبنتعب، لكن في الاول وفي الاخر هو توفيق ربنا سبحانه وتعالى. الحاله مهمه جدا في الكوره يا كابتن كريم، انك تقدر تعمل حاله مختلفه، انك تبقى امين جدا مع لعيبتك، وتبقى امين جدا على لعيبتك كمان، وتبقى النهارده موضح لهم الصوره، وانك تتعامل بدون حب وكره جوه الشغل وبدون مجاملات، فهتقدر تروح لبعيد يعني. صحيح. مع لعيبه تقدر تقتنع بيك وتصدقك، مع لعيبه كمان عندها الرغبه ان هي تقدر تتطور وان هي تخرج من الحاله اللي هي فيها، فقدرنا نشتغل على البعد النفسي عندهم شويه، وقدرنا نشتغل على شكل اللعب شويه في الامور الفنيه، وقدرنا نرجع بعض اللعيبه اللي ما كانتش من جوه الصوره خالص الفتره الاخيره. والحمد لله رب العالمين، زي ما قلت لك في الاول برضه، هي الحاله اللي انت بتدور عليها دايما جوه اي تيم في الدنيا، اي تيم في الدنيا بيروح لبعيد، هو الحاله. دور دايما على الحاله اللي هم فيها. بغض النظر عن الاسم، لان انت بتيجي تجيب لعيب للنادي انت بتجيب امكانيات، لكن لما تيجي تلعب لعيب انت بتلعب حاله. فاحنا كنا مركزين قوي على الحاله، ومركزين قوي على افضل حالات اللي احنا نقدر نشتغل بيها جوه النادي، ونقدر نعمل شكل لعب مختلف، والحمد لله رب العالمين، ربنا سبحانه وتعالى وفقنا بصوره كبيره جدا في اللي احنا سعينا ليه يعني. طيب انا هسالك سؤال في تفصيله معنويه جدا ليك انت تحديدا شخصيا، عشان لما سمعت توليك مهمه انبي انا بصراحه بشكل شخصي قلقت عليك. انا دايما اقول في الكواليس يعني تامر مصطفى من المدربين المحترمين جدا، تامر مصطفى اللي بيشتغلوا كويس جدا، بس انت كان عندك تجربتين في منتهى الصعوبه، في ظروف في منتهى الصعوبه، تجربه مصر المقاصه والجونه، وبعد كده بتستلم انبي في ظروف ايضا صعبه جدا، فلو كانت النتائج سيئه حتى وانت بتفكر وانت بتمضي ممكن ياثر على الكارير كله، ازاي خدت الريسك والمخاطره العظيمه دي؟ صراحه دي حقيقه فعلا، بس عايزين نقف شويه عن تجربه المقاصه. الناس دايما رابطه المقاصه بالجونه، الموضوع صعب جدا، الموضوع صعب جدا. ليه؟ المقاصه تجربه ناجحه جدا بكل المقاييس، بدليل ان انت كان عندك امكانيات ضعيفه جدا وامكانيات شبه معدومه، وقدرت الحمد لله رب العالمين تعمل حاجه جيده
وجالك عرض وعرضين كمان يعني. صح. جالك الجونه دي من انت كنت ماشي كويس مع المقص. صح. واخد بالك كون بقى المقص نزلت بعد كده، كون المقص ان ما جمعتش بعد كده، كون الكلام ده كله فانت مش سبب فيه يعني واخد بالك. لكن اروح لتجربه الجونه، تجربه الجونه بصراحه ما كناش موفقين خالص. ادينا كوره رائعه جدا 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 وعملنا كوره جميله جدا، لكن للاسف الشديد ما كانش معانا التوفيق. يمكن ربنا سبحانه وتعالى كان دايما حسام الزناتي بيقول لي انا 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 شايف كل حاجه بتعمل صح. مش عارف، اكيد ربنا شايل حاجه احنا مش عارفينها. فلما الحمد لله الامور مشيت كويسه مع انبي لقيته بيكلمني وقال لي انا مش قلت لك ان في حاجه ربنا سبحانه وتعالى شايلها لك، لان انا شايف ان الراجل بتجتهد وان انت راجل امين جدا وان انت راجل اشتغلت كويس جدا. فالحمد لله رب العالمين يعني يا كابتن كريم. هرجع بقى للنقطه المهمه ان انت ازاي تقبل انبي وانت في ظروفك صعبه جدا والكارير بتاعك كان ممكن يعني يتاثر بعض الشيء، يتاثر بصوره كبيره جدا. الفكره هي دي شغلانتنا يعني، هي في الاول وفي الاخر هي شغلانتنا. ولو انت ما عندكش اللي تقدمه ما تشتغلهاش. صحيح. ولو انت ما بتذاكرش وما بتحضرش وما بتعملش دايما طول الوقت ان انت حاطط نفسك جوه الصوره وطول الوقت مطالع وطول الوقت بتحاول تطور في نفسك ما تشتغلش الشغلانه دي احسن. ولو انت قلبك مش زي الحديد برضه ما تشتغلش الشغلانه دي احسن. صحيح. لان برضه معلش مهما كان في ناس بتتكلم في الكوره كويس قوي 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 واخد بالك، لكن لما تيجي تشتغل ما بتعرفش تشتغل واخد بالك. فهي الفكره ان انت انا بقول دايما المدرب الكويس اللي بيقوله نشوفه او اللي بيقوله يعمله واخد بالك. فاحنا كنا مؤمنين ببعض الافكار في الكوره، كنا محتاجين بس المساحه، كنا محتاجين الوقت، كنا محتاجين الادوات اللي تساعدنا على الكلام ده كله. والحمد لله تاني برضو هرجع اقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى وفقنا توفيق كبير جدا 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 في تجربه انبي، لان الواحد فعلا والله كابتن كريم مش ساب اي تفصيله ما بيتعبش فيها وما بيشتغلش فيها وما بيذاكرش وما بيطورش من نفسه. فالحمد لله رب العالمين في الاول وفي الاخر هو توفيق ربنا سبحانه وتعالى. برضه عايز اسالك على مستقبلك انت مع انبي، انت مكمل مع انبي الموسم القادم ولا في خطوه جديده؟ عقدنا عقدي معاهم سنه ونص وانا هم مضيت طبعا مع استاذ ايمن الشريعي رئيس النادي اللي عايز اوجه له تحيه خاصه من خلال برنامجك الرائع. ان الراجل ده برضه من الناس اللي مدوا لي ايديهم في وقت صعب جدا والناس اللي امنوا بالواحد في وقت صعب جدا. طبعا ليه فضل كبير بعد ربنا سبحانه وتعالى طبعا في اللي احنا فيه ده. فطبعا نادي انبي نادي كبير يا كابتن كريم ونادي رائع ونادي عظيم. يمكن مش احسن حاجه ماديا النادي، يمكن مش زي زمان، يمكن ما برضه الامور زي ما انت اتكلمت في الاول ان مش انبي ده بتاع زمان، لكن بنحاول نشتغل وبنحاول نعمل موديل مختلف جوه الدوري بامكانيات مقبوله بلاعيبه صغيره ان شاء الله نقدر نعمل حاجه كبيره. لكن هو عادي سنه ونص وان شاء الله نكمل معاهم. طيب انت عارف اكيد ان انا بحبك جدا وقد انا مقتنع بيك فنيا جدا، هنصحك نصيحه لو تقبلها مني تمام من اخ اصغر او اخ اكبر وتفتكرها كويس، واكيد انا عارف ان انت ذكي وتفهمها كويس. ارجوك كمل مع انبي ولو سنه كمان، عشان انا متاكد انه هيبقى عندك عروض عظيمه جدا، واحد من افضل المدربين في الدوري، بس عن تجارب سابقه مع كثير من المدربين المميزين في الدوري المصري، تبقى الكيمياء ماشيه معاهم مع نادي كويس قوي، وفجاه تلاقيهم قبل ما يكملوا المشروع كامل يروحوا لنادي اخر بعرض افضل او عرض احسن. فانا شايف انه افضل لك تصوري يعني، واكيد انت بتفكر صح لنفسك يعني، بس تصوري ان انت محتاج على الاقل موسم كمان مع انبي. والله يا كابتن كريم هي دي النقطه، ده ردي على الناس دايما بقول لهم يا جماعه مش عايز اشتغل 3 سنين في دوري ممتاز باربع فرق. صح. يعني انا نفسي فعلا في مشروع يكمل للاخر. بقول لك على حاجه، انا نفسي اقعد في انبي 5 6 سنين. واخد بالك؟ لان انت فعلا محتاج تشتغل في بيئه تساعدك على النجاح، ومحتاج ان انت زي ما قلت الكيمياء كمان الحمد لله رب العالمين راكبه، ومحتاج يعني البصمه. يعني دايما المشاريع يا كابتن كريم ما بتبانش في اولها. مظبوط. خلي بالك يعني اول المشاريع بتبقى الدنيا متلخبطه شويه، التقييم ما بيبقاش عادل. خلي بالك التقييم بيبقى عادل في المراحل اللي بعد كده. فانت النهارده محتاج تقيس نفسك جوه الدوري بفرقه بمجموعه بتدعيمات بشكل مختلف بولاد صغيرين بجيل، تاخد جيل معاك وتمشي بيه شويه لبعيد. فده اللي الواحد نفسه فيه جوه النادي انبي يعني. طيب عايز والله يعني انا نصيحتك دي على راسي من فوق يا رب يخليك وشرف ليا ان انت بتنصحني كمان. يا رب يخليك يعني يا رب يخليك زي ما انت بتحبني جدا انا بحبك جدا يا رب يخليك يا رب يخليك يا كابتن تامر. عايز اسالك والله القلوب عند بعضها. عايز اسالك تحديدا على حاجه فنيه قوي بقى، محمد حمدي واحد من المواهب اللي طلعت الفتره الاخيره ومتالقه بشكل كبير جدا، بس انا محمد حمدي عايز اعرف بالنسبه لك انت توظيفه الامثل ايه؟ هو ليفت باك، وينج، لعيب وسط، الاحسن لمحمد حمدي عشان احنا شايفينه من المواهب اللي جايه بشكل رائع جدا، اللاعب ده نقدر نوصفه ان هو مركزه ايه؟
انا لما جيت انبي كان هو بيلعب ليفت باك او باك ليفت في شكل اللعب بتاع انبي، لكن لما مرنته حسيت ان عنده رؤيه مختلفه وعنده كوره مختلفه. شايفه انا في الباك ليفت، انا مش شايفه في البوزيشن ده بصراحه. يعني انا هو يلعبه يؤدي فيه، لكن ممكن يبدع في اماكن ثانيه بشكل ثاني بشكل مختلف شويه، لان كورته سليمه، تحت الضغط بيتصرف كويس جدا، عنده رؤيه، بيوصل كويس جدا، عينيه محضر دايما طول الوقت، عينيه عندها رؤيه بعيده وشايف مدى بعيد جدا جوه اللعب. فانا توظيفي في نص الملعب يعني بصراحه انا حسيت ان انا اقدر استفاد منه اكتر في نص الملعب، استفاد منه اكتر كمان سواء بره ناحيه الشمال او ناحيه اليمين فوق او حتى تحت الاسترايكر اللي هو بنتكلم في 10 بالارقام بتاعتنا في الشغل بتاعنا. صح، فانت شايف ان ادواره الهجوميه افضل. هو عنده ايه يا كابتن كريم؟ يعني هو ميال لادواره الهجوميه اكتر منها ادوار دفاعيه. ولا هو بيدافع، ما انا فاهم بس هو لاعب للهجوم اكتر. يعني كابتن كريم فضل. دايما احنا فرقه نمطيه شويه، يعني احنا فرقه بنلعب كره صريحه قوي شويه، فلما بقى عندك لعيب في الثلث الاخير عنده باص مختلف، ده اللي بتدور عليه، ده اللي انت محتاجه فعلا جوه السيستم بتاعك، جوه الشغل بتاعك. صحيح، واخد بالك؟ يعني كابو دايما طول الوقت عنده سرعات وبينقلك بسرعه، اوفا نفس الكلام، محطه كويسه وبيبطن ودايما يدخل جوه البوكس، فيعني عارف يعني لعيبه صريحه جدا جوه اللعب. صحيح. لكن حمدي، لا حمدي ريتمه اهدى شويه منهم، وده مش محتاج الثلاثه بنفس الريتم فوق، ريتمه اهدى شويه، كورته احسن شويه في ككواليتي لعيب، عنده رؤية كمان مختلفة، هو اللي بيوصل الناس دايما طول الوقت. حتى الجول بتاع الزمالك أول ماتش لعبه في نص الملعب أو فوق في الثلاثة اللي فوق، الجول بتاع الزمالك استلم بظهره للجول ولف وعمل باص لكابو مختلف، وقدرنا الحمد لله رب العالمين نجيب منه جول. صحيح. فأنت بتدور دايما على اللعيب اللي إزاي تاخد من إمكانياته أحسن حاجة تفيد الفرق. بالظبط. فحمدي بصراحة لعيب رائع، وإن شاء الله ليه مستقبل كبير جوه الكرة المصرية. إن شاء الله. كابتن الكبير كابتن تامر مصطفى المدير الفني لفريق إنبي، انا بشكرك شكرا جزيلا وبهنيك مره اخرى الصعود اليوم لنصف نهائي كاس مصر واداء كبير للفريق في الدوري الممتاز.